تعالوا بقى ندخل على طول في كواليس اللي بيحصل. الاهلي بيواصل استعداداته لمنافسات كاس العالم للانديه. امبارح الفريق خاض تمرينه الاول على ملعب ساديه الرمل باستاد تطوان بالمغرب. كان في تدريبات استشفائيه وبدنيه متنوعه عشان اللعيبه تتخلص من اجهاد رحله الطيران. بالمناسبه الرحله دي استمرت لحوالي يمكن اكتر من 6 ساعات تقريبا. مارسيل كولر عقد اجتماع مطول مع اعضاء الجهاز الفني عقب انتهاء المران للحديث عن برنامج الفريق خلال الفتره المقبله. وزي ما قلنا لحضراتكم قبل كده، ماتش الاهلي قدام اوكلاند سيتي يوم الاربعاء الجاي هيكون ماتش في منتهى الاهميه، محتاجين نركز فيه تركيز عالي جدا. برضو الجدير بالذكر ان كابتن محمود الخطيب استقبل السفير المصري في المغرب ياسر ابراهيم وكمان القنصل احمد مبارك، اللي الحقيقه هما الاثنين كانوا حريصين جدا على حضور تدريبات الفريق ودعم الفريق. وحرص السفير المصري بالمغرب على الاجتماع بالكابتن محمود الخطيب والتاكيد على العمل الجاد والدؤوب لتوفير اي احتياجات لبعثة النادي الأهلي، لا سيما وأن النادي الأهلي هو ممثل مصر في محفل كأس العالم للأندية. كمان امبارح كان في جلسة التصوير الرسمية الخاصة بالفيفا، ودي بتتم لكل الفرق المشاركة طبعا وفقا لقواعد المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية. وظهر لعيبة النادي الأهلي فيها بزي الفريق الرسمي، صورة تفرح وتشرف وإن شاء الله خير. احنا مستنيين منهم كتير جدا الفترة الجاية. بص، الزي الرسمي حلو جدا، هما ليهم يعني تو اوتفيتس، يعني راحوا بطقمين، طقم اللي هو الزي الرسمي اللي حضراتكم شفتوه طبعا البدل، ومن غير ما نقول اسم بقى يعني الماركه او يعني او الشركه طبعا عشان ده يعتبر اعلان. النوع الثاني او البدله الثانيه او الطقم الثاني هو الكاجوال. وعايزه اقول حاجه، والحاجات دي يمكن الناس زمان تقول لك مش مهمه، بس انا بشوف ان هي في غايه الاهميه. الاوتفيت لما يبقى بريزنتبل، لما يبقى شكلك يعني زي ما تقال كده، ما تركز معانا بقى. ما نركز احنا في الكلام اللي بيتقال، ايه رايك؟ وانا جاي مساعد طيار، ما نصحى بقى. لما يبقى شكلك يعني انيق، خلينا نقولها بهذا الشكل، فده بينعكس برضو على المكان اللي انت خارج منه. احنا شفنا، مش عايزه اتكلم في الماضي، بس في بطولات كتيره بنشارك فيها في بعض الاحيان، انديه مختلفه بتمثل مصر وغيره، ما بيبقاش الشكل هو ده الشكل اللي يليق بالمكان اللي انت جاي منه، الى حد ما حصلت قبل كده، لكن دلوقتي انت بتتكلم بقى في كمان تركيز على اللوك، على الاوتفيت، ان انت يبقى شكلك بريزنتبل جدا، بتمثل النادي اللي انت جاي منه بشكل محترم، فكل ده بينعكس بشكل كبير برضو على القيمه اللي انت بتمثلها، فكان حلو جدا. دي نقطه كنت عايزه بس اتكلم فيها واشيد بيها، بمعنى اصح ان كمان ناس كتير امبارح تحدثت ان فعلا الطقم كان حلو، يعني مش قصه بس انت بتجيب اوتفيت معين، لا، الطقم كان حلو جدا، فحاجه فعلا تليق. فدي نقطة أعتقد تحسب كمان للمنظمين.